بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهد الرسالة الفضائية، في لقاء متجدد من يستفتونك. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب عبر الاتصال المرئي بصاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله معالي الشيخ. وأنتم حياكم الله، وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، والله تعالى أسأل أن يعيننا ويسددنا وأن يلهمنا الصواب وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم آمين. أنتم مشاهدين الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فمرحبا بالجميع. شيخ عبد الله، نبدأ هذه الحلقة بهذه الأسئلة التي وردت إلي. تقول الأخت الكريمة عبر تويتر، الأخت لولوة: كان لدي مال وحلفت ألا أعطي أخي منه شيء، وكانت نيتي حينها ألا ينتفع من هذا المال، ومن ثم تناصفت هذا المال مع والدتي، وقامت والدتي بإعطاء أخي من هذا المال، فهل علي كفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأخت لولوة حلفت ألا تعطي أخاها شيئا من المال. أول شيء، هذه اليمين يا إخواني يمين تمنع الخير، عرضة معترضة تمنع الإنسان من البر، والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذه المرأة لو قيل لها صلي أخوك بري، قالت: أنا حالفة لله، جعلت الله يمنع من الخير، والله يأمر بالخير. فمن الأمور البشعة أن الإنسان يجعل الله تعالى، وهو الذي يأمر بالهدى والبر والإحسان، يجعله مانعا من ذلك. هذا أمر يخالف لهذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يلد أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يكفر ويأتي الذي حلف عليه. يعني بقاء الإنسان في يمين يمنع فيها الخير أشد إثما من التكفير والرجوع إلى الحق. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني، أختنا لولوة ما أعطت أخاها، اللي أعطاه أمها، هي أعطت أمها وأمها أعطت ابنها، فهي لم تعطي أخاها، ولذلك ما عليها كفارة. لكني أنصحها أن تكفر وأن تعطي أخاها مباشرة، وأن تديم صلة الأرحام. يا إخواني، صلة الأرحام من أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا والناس وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. صلوا الأرحام يا إخوان. نعم، بارك الله فيكم. الأخت إسراء تقول: إذا أردت أن أوقف مصحفا عن أمي وأبي والمتوفين، فهل يجوز لي أن أوقفه لهم وأقرأ به لينالهم الأجر والثواب، أم يجب إعطاؤه لشخص آخر؟ وإذا وقفته وجعلته مثلا في مسجد متاح للناس فهذا وقف، وإذا قرأت منه مثل لو وضعت برادة في المسجد وشربت منها أو بنت مسجد وصلت فيه. أما إذا وقفته وخلت بغرفة النوم ما يقرأ فيها إلا هي، يعني ما هنا شيء جديد، ليس هناك شيء جديد. الوقت هو عمل بر ينتفع به الناس، ينتفع به الناس، مو بيقف الإنسان على نفسه فقط،
لا، لو حتى وقف على نفسه يقف معه وغيره، يعني يدخل مع غيره. إذا كان مصحف حطته في غرفة النوم تقرأ فيه هي، ثم أيضا جزاها الله خير هذه البنت الضعيفة هذه حطت المصحف في غرفة نومها ومدخلت نفسها ووالدها وجميع المسلمين، هكذا يا شيخ ولا لا؟ نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ، نستأذنك في أولى أو أول اتصالات هذه الحلقة. أبو ناصر، أبا ناصر السلام عليكم من السعودية. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا ناصر. حياك الله يا شيخ ناصر. حياك الله وبياك. الله يحفظك، عندي سؤال واحد الله يحفظك. ما هو سؤالك؟ سؤال الله يحفظك، اللي عنده خادمة أو سائق أو مزايا، سواء كان في منزل أو في مؤسسة أو في شركة. نعم. يعني من الديانات الباطلة كالنصراني مثلا أو مجوسي ونحوه. ولم يسعى إلى دعوتهم إلى الإسلام، هل يكون آثما ثم هل يحاسب على ذلك؟ إذا يحاسب الله على ذلك؟ إذا لم يدعوه إلى الإسلام؟ إيه، إذا لم يدعوه مثلا النصارى النصراني مثلا أو المجوسي أو نحوه مثلا. طيب. يعني سواء في بيته ولا في مؤسسته أو في شركته. طيب. هل يكون آثما ويتعرض لعقاب الله جل وعلا ويحاسب؟ طيب. السؤال واضح. واضح السؤال، ما يحتاج أبو ناصر. ذهب أبو ناصر. طيب، نور من السعودية السلام عليكم. تفضل أو تفضلي يا نور. أحمد من السعودية السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد. الله يحييك ويبارك فيك حبيبي. تفضل بأسئلتك. الوالد يا شيخ الله يحفظك. نعم. الوالد حياك الله. الله يحفظك. آمين. كتب شيء باسمي بحيث انه بلغني يعني انه اذا سرد اي شيء اقوم طوالي اني اروح البنك واسحب هذا المبلغ اني اتصرف فيه بشؤون البيت، فهل هذا المبلغ او هذا الشيء اللي كتب باسمي يكون ورث، او انه كما وصاني الوالد انه اتصرف فيه بشؤون البيت، بحيث انه نحن كلنا الوالد والوالده والاخوان والاخوات في تقنين في عماره واحده. يعني في حال حصل شيء يعني مثلا ضائقه ماليه او كذا. هو الوالد الله يرحمه كان مريض، كان كبير السن، كان يتعالج ايه؟ قلب وسكر ومقنم سكريه. ايه؟ فكتب هذا الشيء فوصاني. اي يعني قال لك في حال حصلت عندكم ضائقه ماليه او كذا تصرف من هذا الشيك هكذا، يعني او انه دخل المستشفى او كذا، او انا اقول للناس هذا المبلغ اصرف فيه بشؤون البيت. طيب، فهل هذا المبلغ يدخل من ضمن الورث او اني اتصرف كما وصاني الوالد فيه؟ طيب، شكرا لك يا احمد. عبد الكريم من العراق. عبد الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. السؤال الأول يا عبد الكريم. الأول، هل يجوز الدعاء يعني دعاء قنوت يعني في غير القنوت مثلا عند السجود دبر الصلاة؟ السؤال الثاني. نعم. سمعت أحد مشاهدينا الكرام يقول من ترك قول اللهم اغفر لي وارحمني يعني عند الركعة من السجدتين، من ترك متعمدا قول اللهم اغفر لي وارحمني بعد السجدتين فصلاته باطلة، فهل هذا القول يعني مرجح؟ طيب، بارك الله فيك. تسمع إجابة إن شاء الله يا عبد الكريم. بدور من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. تفضلي، مساء النور يا أخت بدور. عندي سؤال واحد اللي هو الوالد الله يحفظه. لما أقول له أنه أروح مع السوالك لوحدي أو أسوق أنا، يقول أنه أين ذهبت بدور؟ طيب، انقطع اتصال. طيب، في اتصالات ولا؟ طيب، شكرا لجميع المتصلين. نعود إلى شيخنا الشيخ عبد الله. الأخ نايف عبر تويتر يقول هل عند الوضوء أقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله تكفي، وإذا مدد الله الرحمن الرحيم ونصر. أها، لأن بعض الشيخ يقول هذه بسملة وهذه تسمية ويفرق بينهم، ولا يعني كلاهما نفس المعنى؟ كلاهما واحد، بس إن مثلا بعضها غير مناسب. مثلا عند ذبح البهيمة
بسم الله أفضل من بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك أنت الآن تذبح. نعم. مو من المناسب أن تقول الرحمن الرحيم. أنا هذه برحمة الله أيضا. لكن بسم الله طيب. نعم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ يعني الخفيف بالمرة ويعتبر من الشراب الصيفي. المسح على الشراب يشترط جمهور العلماء أن يكون صديقا يعني متين ما يشف عما تحته، لكن لو رؤي بظل يعني يرى ظل ما تحته لا بأس. لكن الآن بعض يعني جوارب النساء، شرابات النساء يعني ضيق يعني شفافة مثل عدمها، هذه لا يجيزها الذين يشترطون هذا الشرط. عندنا في المذهب لا تجوز، وهو مذهب الجمهور، لأنها تشف عما تحتها. نعم. أبو ناصر من السعودية يقول: هل يأثم من كان لديه عامل أو خادمة أو حتى موظف في شركته وهو غير مسلم من الدول الأخرى، هل يأثم الشخص إذا لم يدعوهم إلى الإسلام؟ حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الغذاء البدن، لأن الهداية غذاء الروح، والله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والدعوة إلى الله هي وسيلة جميع المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعذر فيها أحد، لكن كل حسب حال رب العالمين. يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخادمة في البيت الآن والسائق والموظف في الشركة يجب على من حولهم أن يدعو، لكن اسمع معنا بعد ذلك، تكون الدعوة العملية أولا، تكون أخلاقنا طيبة معهم، نكسبهم بالخلق الحسن، نحسن إليهم. رب العالمين يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مو بس بالعدل، بالعدل والإحسان. ولذلك ما إخواني بعض الذين يشتغل عندهم هؤلاء العمالة لا يعدلون ولا يحسنون بل ينفرون، يعني هو الآن يقول اسلم اسلم وهو ما يكره يظلمه، يعني لا يبتسم بوجهه، ما عمره يبتسم بوجهه. يعني المرأة الآن، أنا سألت عدد من النساء اللي يسألني وأقول لها: في ذمتك جلست وياها يوم من الأيام بعد العصر أو بعد الظهر تشربون الشاي وحاطين قدامكم تمر ولا شيء، وهي جلست معك مثل أختك، تقول لا بالله ما تأكل معي ولا تشرب معي ولا شيء مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. يا إخواني أعزوا، إذا أنتم تبون تدعونهم ادعوهم بالعمل أولا، أما تظلمه وتحتقره وتقول له بدعوه أدعوته بالعمل، ادعه بالإكرام. ترى أعظم الناس دعوة في الإسلام أبو بكر، أسلم على يديه كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، ما كان خطيب رضي الله عنه، كان يدعو بالعمل بحسن الخلق، يبيع ويشتري مع الناس، يكرم الناس. فنحن ندعو يا إخواني إلى الدعوة بالعمل ثم بالقول. في هذا العصر يسر الله تعالى الناس، الآن مكاتب الدعوة التي في الأحياء فيها كتب بكل اللغات تبين لي هذا المسكين ما ينفعه بأسلوب راقي، أسلوب راقي وأسلوب مؤدب وفي احترام، وتعلم أيضا كيف يصلي، كيف يصل أرحامه، كيف يصوم، كيف يخالط الناس. هذه بلاش يا إخواني توزع عليهم مجانا،
فيعني هذه ستساعدك وأيضا في مكاتب الدعوة مترجمين عندما تحتاج المسلم أو الأخ المسلم إلى من يكلم بلغته يجد في مكاتب الدعوة من بني جلدة من إخوانه من يتحدث معه ويجيب على تساؤلاته، وهذه نعمة من الله تعالى في هذه البلاد المباركة. الحمد لله. فقلنا أول شيء من الناس من يدعو، يدعو بالعمل والقول وحسن الخلق والبر، ومن الناس من ينفر، لأنك إذا ما أعطيت راتبه، إذا ما احترمته، إذا ظلمته ما تنفع دعوته، ما له بسابع عن دعوتك أبدا. في قسم ثالث، القسم السلبي، ما يهتم بالدعوة، أهم شيء عنده إنجاز العمل. يعني أذكر واحدة قلت لها كيف تسمع القادمة، قالت أنا جيت بها تنظف المطبخ وتسوي، ما جيت بها أعلمها الدين، ولا أنا مسؤول عن تعليمها، ما قلنا نتعلمها، قلنا سيتبع كتب، احسني معاملة تسمعها، طيب خلق اكرميها. يا إخواني كلنا عندنا الآن يعني صدقات حتى 10 ريال، والله يا إخواني من الأشياء اللي اتصلت علي بنت جزار بقير تقول لنا وقفنا عند مطعم أخذنا سندوتشات، وقلت لأمي بناخذ الشغالة، قالت لا 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 تأخذي لها شيء، لا بغت تشتري مرات. قالت البنت والله يا شيخ أني ما أكلت، ما دخلت سندوتش، ما استطعت أني أكلها، خليتها معي، ويوم نزلنا ورحت الخدمة الغرفة رحت أعطيها. إخواني ترى في بعض الناس يوم جفا، يوم جفا. نعم يا شيخ، نسأل الله السلامة والعافية، بارك الله فيكم. هنا سؤال يا شيخنا المبارك، الأخ يحيى يقول: صدر الحكم من المحكمة بفسخ عقد النكاح وتم الاستئناف وقبل الطرفان وصدر صك طلاق لاحقا، بهذا الخصوص هل يلزم عقد نكاح جديد، علما بأن المحكمة طلبت حضور الطرفين بجلسة معلقة، علما أنه تم التراضي من الطرفين قبل انتهاء الجلسة؟ هذه القضية يا شيخ وقعت عندي، وأظنها وقعت عدة مرات. يعني المرأة تسارع في طلب الفسخ وتروح للقاضي وتقول أنا ما أدري، وأغلب القضاة يعني أو بعضهم خلاص يعني يحاول أنه ما يتأخر لأنه يخشى من اللوم في تأخر القضايا. يعني أنا هذا الأسبوع جاتني امرأة مع زوجها، القاضي فسخهم وراحوا للاستئناف وقالوا الاستئناف موعدكم كذا، ويقولون الرجل يقول أنا الآن هي في بيتي وخلاص صلحنا. وأنا قلت له لا يا أخي، لأن الصك اللي صدر من الحكم الابتدائي الطلاق واقع، لكن خلنا نشوف الآن، اذهب أنت وزوجتك للاستئناف. قال يا أخي ما يدخلوننا. رحنا قلت يا أخي رحوا كلموهم من تحت، قولوا لهم ترانا صلحنا، ترانا رجعنا، بينوا لي مثل هذا الأمر. وأنا أؤمل إن شاء الله أنه مع وجود هذه المشاكل يعني ينبغي أن يوضع حل من أمثال هؤلاء، يعني أنه ما يصدر صك محكمة الاستئناف، لأن الصك الآن في محكمة الاستئناف على نظام التقاضي الجديد الآن لازم من حضور الزوجين في محكمة الاستئناف. إذا لم يحضر الزوجان إذا فينظر يشاف له محل ما يبت الطلاق أو تدرس مثل هذه الأمور. هذه حقيقة الناس بحاجة لأنها ظاهرة قريبة، يعني توها ما جتنا هذه الأيام. أنا الآن لي في الإفتاء يمكن والله أعلم أنا حول 30 سنة وأنا أخدم الناس في هذا المجال، ما رأيت كثرها بهذه العوام. نعم ده رأيت يعني قضايا يجي يروحون بسرعة وأنا ما أدري، وأنا ثم تندم، ثم تجي تقول لها أنا ما نضيعت عيالي، ثم تجلس. يعني هذا الرجل الآن اللي جلست عند امرأته وأنا قلت له يا ابن حلال لا تجيها لا تقربها، ترى الآن القاضي في قصة اللي رفع الاستئناف حكم بالفسخ، فأنتوا الآن لازم تشوفون لكم حل.
لازم تشوفون لكم حل، ولازم تبلغون محكمة الاستئناف بمثل هذا الأمر. نعم يا شيخ. نعم. من أسئلة المتصلين، أحمد يقول أن والده كتب شيك باسمه وكان متعبا مريضا، وأبلغ الأب أبلغ ابنه بأنه في حال حصل البيت ضائقة مالية أو أنا دخلت المستشفى أن يصرف هذا الشيك في شؤون البيت. توفي هذا الأب، ماذا أو كيف يتصرف هذا الولد بهذا الشيك؟ هذا الشيك هو نفقة، فينفق منه قبل الوفاة، يعني النفقة. يعني لو فرضنا الآن صاحب البقالة يدينه، وصاحب المحطة البنزين يدينه، ووجبت عليهم مبالغ قبل الوفاة، هذه تسدد من هذا الشيك. كل شيء قبل الوفاة واجب على للبيت أو للأسرة يسدد منه. بعد الوفاة لابد من اتفاقه. المال والورثة كلهم يصرف على أمنا الأخوان النصارى اللي في البيت يصرف، إن قالوا لا فهو الآن تركه. نعم. نعم. عبر تويتر الأخت سندس تقول: الهدية للأقربين هل هي أفضل من الصدقة للأبعدين؟ أم يعني ما صحت هذا الكلام؟ وإذا كان البعيد فقير والقريب غني فما العمل في هذه الحالة؟ الهدية لها باب والصدقة لها باب، والنبي يقول تهادوا وتحابوا، فإن كان الذي بينك وبينه من القرابة قطيعة أو كذا وتظن أن الهدية تعود الأمور إلى مجاريها وتلغي قطيعة الرحم وتقوي الأرابط فهي جيدة جدا يعني لإعادة صلة الرحم. أما إذا كانت الأمور طيبة وصاحب والفقير الذي ستعطيه الزكاة محتاج في حاجة إلى مثل أم علاج أو سيارة عطلة أو شيء من هذا الأمر، فالصدقة حينئذ أنفع من الهدية. نعم. عبد الكريم من العراق يقول: هل يجوز أن نقول دعاء القنوت في غير موضعه، مثلا دبر كل صلاة أو عند السجود؟ ما في مانع أن الإنسان يقول دعاء القنوت في أي وقت وفي أي حال، وهو من أجمع الأدعية. أنا لا أجد دعاء لا يدخل في دعاء القنوت، ما أعرف دعاء مهما ابتكر الناس من الأدعية إلا وله حظ في دعاء القنوت، داخل في دعاء القنوت، فهو من أجمع الأدعية. وفيه يا إخواني لمسات عمومية وخصوصية مهمة جدا. اللهم اهدني فيمن هديت، الهداية أغلى شيء، وهي اللي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذه أغلى شيء. وعافني، العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي جميعا، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن تولت. أعظم وظيفة، أعظم وظيفة يطلبها المؤمن أن يجعله الله وليا له، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت من عمر ومال وولد وزوجة ووظيفة وعقل وقوة، كل شيء في جميع ما أعطيته، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت علي في ديني ودنيا وآلي، قني شر ما قضيت. ثم يثني على ربه في آخره. نعم، فهو من أجمع الأدعية، يجوز الدعاء به في موضع قبل السجود، ويجوز الدعاء به في السجود، ويجوز الدعاء به قبل السلام، ويجوز الدعاء خارج الصلاة، ما في شيء من عندنا. نعم. نستاذ لكم في هذه الاتصالات. أمة الله من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أمة الله. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا بعد الصلاة هذه أقل الفجر أقل السنة وبعيد يعني 5 دقائق 10 أدعي، وبعدين أنا أقوم أقل صلاة الفجر أشكي، هذا يجوز؟ والسؤال
أرجوك يعني. والسؤال الثاني نعم تفضل. السؤال الثاني نعم. بعد صلاة الفجر أقعد يعني أنتظر الشروق، بس ما أقعد على السجادة، أقوم على كرسي وأجلس عليه، يعني ما أقدر أطلع مثلا ساعة نص ساعة نص ساعة على السجادة عند فقرات. هذا يكون سوء. وأنت في مصلاك ها؟ نعم. وانت في نفس المصلى. اي اصلي يعني هل اخذ اجر يعني عمره وقت الجويد مثلا؟ طيب اي شكرا. تسمع الاجابه يا مت الله. ابو احمد او ابا احمد من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا ابا. انا اجلس بعد صلاه المغرب اجلس في المسجد. نعم. والجلسة تتعبني، فلو كنت مشيت في المسجد وانا اقرا واسبح واكبر في حاجة. وانت في المسجد ها؟ وانا في المسجد لان عشان الجلسة تتعبني لما نجلس، لانه بين المسجد والعشاء والمغرب حوالي ساعة وشوية. يعني انت تريد ان تنتظر ما بين الصلاتين؟ اي ما بين الصلاتين، فاقوم امشي شوية اقرا ايات في القران ولا اسبح واكبر في حاجة لو مشيت في المسجد. طيب شكرا. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبا أحمد. طيب شكرا لجميع المتصلين. من أسئلة عبد الكريم من العراق يقول: من ترك الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني ما بين السجدتين، ما حكم صلاته؟ الجمهور عندهم صلاة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في الصلاة. الحنابلة يقولون هو واجب من واجبات الصلاة، إن تعمده بطلت صلاته، وإن تركه يعني جاء يعني ناسيا فإنه يسجد للسهو. وإن شاء الله مذهب الجمهور أرجح، لكن يا إخواني لا يترك هذا ويتعمد تركه إلا كسلان. نعم نعم بارك الله فيكم. سلطان عبر تويتر يقول: سؤالي لفضيلة الشيخ، كيف أتخلص من وسواس الطلاق، وهل إذا وقع يكون عليه شيء؟ نعم ولكم الشكر. تخلص يا أخي له بأن تسمع النصائح. أطباء النفسيين والعلماء الشرعيين يقولون إذا مرض الإنسان بوسواس الطلاق لا يقع طلاقه. الحمد لله. لماذا؟ لأنه مغلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عتاق ولا طلاق في الآن. ولهذا نحن نقول لهؤلاء: لا يقع طلاقك يا أخي إذا أصبت بالوسواس القهري في الطلاق، لا يقع. الله أرحم بك من نفسك، إلا أن تذهب إلى القاضي ويحكم القاضي، يحكم القاضي بوقوع الطلاق، فإن القاضي إذا حكم بوقوع الطلاق خلاص بقى. نعم نعم بارك الله فيكم. أمة الله تقول أنها بعد أذان الفجر تؤدي السنة وتنتظر 10 دقائق ومن ثم تصلي الفجر، هل فعلها صحيح؟ فعلها صحيح، لأنها تؤدي الأذان ثم أداءها السنة يمكن 7 دقائق ثم تنتظر 10 دقائق معناها 17 دقيقة، ما في شيء. حتى لو صلت بعد الأذان مباشرة صلاتها صحيحة. الحمد لله. جنى عبر تويتر تقول: هل يصح أخذ كتاب إلكتروني مثل 40 نووية؟ ما تعلم هل في حقوق أو ليس في حقوق، وتستفيد منه وترسله لغيرها؟ ما أظن يا أخي في هذا حقوق. الكتب القديمة حقوق، كتب الإمام النووي وابن قدامة هذه موقوفة، ولا يجوز لأحد أن يعطل الكتب الموقوفة. الحمد لله. الكتب الموقوفة التي وقفها علماء المسلمون تبقى موقوفة. كون يجي واحد ويطبعه ويقول لا يجوز لكم أن تستفيدوا منها، هذا يحتاج إلى يعني إلى رأي من الآراء الاجتهاد الاجتماعي لجان الاجتهاد الجماعي. نعم. وإذا كان من الكتب الحديثة الشرعية النافعة وكتب في بدايته الحقوق محفوظة، هل يصح أن يعني أحمله من النت وأرسله إلى غيري؟ يا أخي الذي يأتي لهذه الكتب يبدأ يتاجر بها ما يجوز، لكن ينسخ له نسخة واحدة
أو تسميه له نسخة واحدة، هذا غير البيع والشراء، خصوصا الكتب الموقوفة التي وقفها مؤلفوها. يعني الآن الحمد لله عندنا كتب ما نريد والله نأخذ منها ريال واحد، بل نحن ندفع المطابع لتخفيض قيمتها. كون أن مثلا لا خلاص يمنع منع باتا أن يستفاد منها نسخة أو نسختين، ما أظن هذا جاهز. لكن كون في بعض الناس لا خلاص يصبح يتاجر فيها، يصور ويتاجر ويبيع، لا ما يجوز يا إخواني. خصوصا الكتب الجسمة التي كتب عليها حقوق طبع محفوظة، وهي أيضا من النقاد الذهني للمؤلف اللي هي الكتب الجديدة. أما مثل ما قلت لكم الكتب القديمة فهي وقت. نعم. أمة الله تقول أنها تنتظر في مصلاها بعد صلاة الفجر، لا تستطيع الجلوس على السجادة إنما تجلس في كرسي، هل يعني تدرك بذلك الأجر إلى شروق الشمس؟ نعم تدرك بذلك، وحتى لو انسدحت على فراش، وحتى لو مشت من بعض الشباب اللي يمشون في المسجد ويقرؤون. وحتى لو أنها جهزت أطفالها للمدارس، الحمد لله، وهي تنوي الذكر في القرار، كل هؤلاء في عبادة وينتظرون عبادة، الحمد لله. أيضا سؤال أبي أحمد نفس السؤال تقريبا، أنه يريد أن يعني ينتظر ما بين المغرب والعشاء لكنه لا يستطيع الجلوس، يتعبه الجلوس كثيرا فيمشي في المسجد، مثل ما قلنا في الجواب. نعم بارك الله فيكم. نذهب إلى تويتر شيخنا المبارك، و نعم، هل يجوز إكثار النصائح على شخص يعني لديه منكرات كثيرة ويكون ذلك من باب إنكار المنكر؟ يبدأ بالأهم، يعني رجل الآن ما يصلي ويشرب الخمر، هل الآن نبدأ مع عيوبه كلها ونصلح مرة واحدة، ولا نبدأ مثلا بترك الصلاة الذي يوصل للكفر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. الذي يتأمل في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يجد أن فيه تقديم الأولويات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم اليوم الليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوه لذلك أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة زكاة، يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير وإياك وكرائم أموال أو وإياك وكرائم أموالهم. نعم. هنا سؤال يبدو أنه طالب علم، يقول هل يصح نسبة أقوال وآراء لشيخ الإسلام ابن تيمية من خلال شرحه لعمدة الفقه؟ نعم يجوز، لأن شرحه كان في بداية أمره لكن ما غيره رحمه الله تعالى، ما عرف أنه رجع إلا الذي عرف له رأي أخير، إذا عرف له رأي أخير فإن الرأي الأخير ينسى الرأي القديم، مثل ما عرف عن الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي كان له رأي في الفقه القديم لما كان في فقه، ثم إنه انتقل بعد ذلك إلى مصر وألف مؤلفات وخرج فيها رأيه الجديد، فقيل للإمام الشافعي عنده رأيان، رأي في المذهب القديم ورأي في المذهب الجديد. نعم نستاذنكم في هذا الاتصال. مجود من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا مجود. تفضل السؤال الأول. أمجود أمجود ارفع صوتك الله يرضى عليك. عليه الصلاة والسلام. من الله
قالت معنى الحديث انه يقتل الدم واستاجر مثلا ثلاث نوام اجرمي، هل هذا حديث صحيح؟ طيب ما هو الحديث يا شيخ؟ أعد عنه. من سأل الله الجنة ثلاث مرات يا شيخ؟ نعم. من سأل الله الجنة ثلاث مرات؟ إيه. طيب السؤال الثاني موجود. السؤال الثاني من صام يوما في سبيل الله بعد عن النار 70 خليفة، هل هذا الحديث صحيح؟ طيب. وأيضا الحديث هذا ما هو يا شيخ؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار 40 خريفا. اي نعم. او 70 خريفا. طيب ام حمد من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الان شيخ ما كتب سمعت اول. نعم. في فصل الشتاء ألف الجوارب يعني، وأسعى فيهم بعد ما تنتهي المدة، وقرر هذا المسح مدة الشتاء، كان جائز وإلا أسعى في بعض الأوقات، وأصلا قدمها في بعض الأوقات. يعني هل يلزم من ذلك أن تبقين أن تبقي الجوارب على رجليك؟ هكذا السؤال؟ ما على كيف تنتهي الشتاء. طيب طيب. طيب طيب. السؤال الثاني. نعم. الأعمال اللي نداوم عليها، ربي سبحانه يحب معنا الأعمال اللي نداوم عليها. هذا بعد عقبة العصر، الجيل اللي نداوم عليها. طيب. إذا أردت أسد الأوجاع في بني، أصيب الشباب، أصيب الشباب ما أحس بأن الأوجاع في بني، هل يعني أني غير صابرة؟ أتاك ماذا؟ مرض في بدنك؟ صابرة معناها، كي نطلب الشفاء من الله سبحانه، كما أحس بالأوجاع في بني. يعني هل تطلبين الله الشفاء أم تصبرين؟ هكذا سؤال؟ أي معنى دائم على كي ندعي، يعني غير صابرة على كي ندعي، أنا لا أدعي معنى أتحب أنه معنى أصبر ونصبر. طيب طيب طيب. شكرا لك يا محمد. أم عبد الله من العراق، تفضل يا أم عبد الله، السلام عليكم. ذهبت. شكرا لجميع المتصلين. يقول السائل في تويتر: يا شيخ عبد الله، رجل مسافر دخل المسجد ووجد جماعة تصلي العشاء 4 وهو لم يصلي المغرب ودخل معهم في الركعة الثانية، هل لو اختلفت صفة الصلاة عن الإمام هل يجزئ ذلك؟ يجزئ ذلك، وهذا معهود. يعني لو أن رجلا دخل في الظهر أو العصر أو العشاء بعد الركعة الأولى، أليس سيجلس مع الإمام بعد الركعة الأولى بالنسبة له؟ وبعد الثانية الإمام ما يجلس وهو لا يجلس. صحيح. ما عنده تشهد. صحيح. هذا معهود بقلب الصلوات. نعم نعم. أم جود تسأل عن حديثين، الحديث الأول من سأل الله الجنة 3، وأيضا من استجار من النار 3. هذا الحديث رواه أنس بن مالك: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار بالله من النار 3 قالت النار اللهم أجره من النار. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه الشيخان الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط. نعم. وأيضا من صام يوما في سبيل الله، هذا أيضا حديث صحيح، بعد الله بينه وبينه. نعم نعم. 70 ولا 40 يا شيخ؟ أظن 70 يا شيخ، يحتاج إلى بحث. إلى بحث. نعم أظن 70. 70 خير. ورواه الطبراني، حديث. نعم. رواه الطبراني. نعم. أم محمد ثلاث أسئلة، تقول أنها في فصل الشتاء، يعني هل إذا المصلي يعني يلزم أن يكون لابسا لجواربه طوال الوقت حتى يستفيد من مدة، لأنها تقول أنها تنزع أحيانا وتلبس أحيانا، فما العمل في هذه الحالة؟ لا يلزم يا أخي، هي تلبس. بعض الناس الآن ما ينام على الثوب، ما يجي يخلع، ما في شيء، هو يلبسها عند الحاجة ويخلعها عند الحاجة، لكن أطول مدة 24 ساعة من أول حدث، من أول مسح بعد حدث. نعم. هذه أطول مدة للمقيم، وأطول مدة للمسافر 3 أيام، يعني 72 ساعة تبدأ من أول مسح بعد حدث. نعم.
ومجرد النزع ينتقض الوضوء ولا نعم شيء؟ عند الجمهور ينتقض الوضوء. نعم. هي تقول أنها تداوم، سمعت حديث أحب الأعمال الله أدوم وينقل، فهي تداوم على الصلاة أربعا قبل العصر، هل يعني إن شاء الله تدرك الفضل في هذه المداومة؟ إن شاء الله. وهذه أيضا ورد فيها حديث عن علي رضي الله عنه، يضعفه بعض العلماء ويصححه بعضهم. من ابتلي بمرض فلديه خياران، هل يطلب من الله الشفاء أم يصبر؟ ما الأفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، وقال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله. وما من شك في أن المرض يؤثر على العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال السبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مفسدا أو غنا مطقيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال مسر قائم ينتظر أو الساعة أدهى وأمر. ولهذا الإنسان إذا ارتاح وصار بعافية يؤدي العبادات بسكينة وينشط في ذلك بخلاف المريض. نعم. التماثيل التي لا يوجد بها ملامح يا شيخ، ما حكمها؟ مثل حيوان مجسم دون عيون وأنف وفم، يبدو أن السائل هذا من خارج. إذا ما فيها ملامح، ما فيها رأس، بمعنى ما فيها عيون ما فيها جبهة، لا بس. لكن نصب التماثيل في البيوت وفي غيرها هذه ليست من الأشياء التي يعني يفرح بها المسلم ولا يحث عليها الدين. نعم. هنا سائلة تقول يعني أنه يعني مثلا إذا الشخص أو المرأة مثلا إذا كانت لديها قطة تداعبها تضمها، وربما يخرج من هذه القطة بعض الفضلات أكرمكم الله، وممكن رائحتها ليست جيدة، ومن ثم قامت أو قام هذا الشخص بالصلاة بتلك الملابس، ما حكم هذه الصلاة؟ اختلف في روث القطة وبولها، منهم من يرى أنها من الطوافين علينا والطوافات وأنها معفوف عنها، ومن العلماء من يرى أن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها، القطة لا يؤكل لحمها، وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس. المسألة محل خلاف، وينبغي يا إخواني لهؤلاء الذين يربون القطط، يعني لو أخذوا الآن من الأطفال الذين يوجدون عند يعني في الدوائر الحكومية التي تعتني بمجهول الأبوين وربوه واهتموا فيه، يمكن يدخلهم الله به الجنة. الله أكبر. ويكون لهم باب عظيم قدمونه لأنفسهم وللمجتمع وللدولة. خلاف تربية البساسة، البساسة يعني جلوسها بالشارع وأكلها مما تجد في الشارع يمكن أن يعني مع الحرية أولى من حبسها. صحيح. والغريب يا أخي أنها الآن يسأل يعني المرأة تقول عندي بس وبخصة أبسوي العملية خصة، والأخرى تقول عندي ولدة والتزاوج أتعبتني أروح أسوي لها تعقيد. يا إخواني بارك الله بكم، خلوا هذه البائم واشتغلوا بما ينفعكم، ربوا من تدخلون بهم الجنة، ربوا من تدخلون بهم الجنة. نعم. عبد الله يقول: هل يؤجر الإنسان بمجرد نشر الأحاديث الصحيحة بمواقع التواصل حتى ولو شاهدها القليل؟ نعم يؤجر يا إخواني، لأن هذا من نشر العلم، والعلم الإسلامي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال علماء السلف وعلماء الأمة. فهذا الكلام الذي هو أصله في الكتاب والسنة وتفسيره في كلام أهل العلم وعقلاء الأمة، هذا هو الذي نشره يعني فيه أجر عظيم. نعم بارك الله فيكم.
أيضا نبقى في أسئلة تويتر. محمد يقول: في إحدى الصلوات كنت مأموما وفي إحدى الركعات لم أنتبه لأن الإمام قائم، وكنت جالسا للتشهد وشرعت في التشهد، وبعدها انتبهت وقمت للركعة، وأثناء قيامي نطقت لفظ الجلالة، كدت أن أقول الله أكبر، فهل علي سجود سهو علما بأني مسبوق ولم أسجد السهو؟ لا، هو يتحمل السهو عنك الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن للنقص الذي يحدث من الذين يصلون خلفه. نعم. أيضا من أسئلة تويتر يقول: هل صلاة من صلى الفجر في وقتها فهو في ذمة الله، أم من صلاها مع الجماعة؟ يعني أين يحدث الفضل؟ ورد هذا وورد هذا، يعني ورد أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي شيء، ورد من صلى الفجر في جماعة، ورد من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. صلاة الفجر يا إخواني صلاة عظيمة، قيل في التفسير إنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. نعم. أيضا من الأسئلة شيخ عبد الله يقول السائل: نعم، نواجه في الطرقات الكثير من العمال ولا ندري هل هم مسلمين أم لا، فهل نقول السلام عليكم؟ نعم تقول، لأن الأصل في هذه البلاد الأصل فيها الإسلام، فأنت تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. والمدينة كان فيها مسلمون وكان فيها يهود، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي وفيها منافقون، فأنت تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. عبد الله أيضا من أسئلته يقول: كيف يعرف الإنسان أنه في انتكاسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الإنسان العاقل يعرف في تجارته في الدنيا وفي تجارته مع الله هل هو رابح أو خاسر، يعني هو يمشي الآن رابح ولا يمشي خسران. إذا كان الإنسان نبيها في تجارته مع الله وفي تجارته في الدنيا فهو يدقق في موارد ربحه وخسارته، أما إذا كان الإنسان من المغفلين فهو يمشي حتى تحيط به الديون من جميع الجهات ويخسر ما بين يديه. نعم. شكرا لكم صاحب المال الشيخ عبد المطلق، بارك الله فيكم. وأنتم يا أخي شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بكم. الله تعالى أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا ذنوبنا، آمين، وأن يستر عيوبنا، آمين، وأن يصلح قلوبنا، آمين، وأن يصلح ذرارينا ونساءنا، آمين. اللهم آمنا في أوطاننا، آمين، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، آمين، واجعلهم هداة مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على حسابات قناة الرسالة في تويتر واليوتيوب. إلى أن نلقاكم غدا مشيئة الله، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجيه، ونستفتي فيهدون صوابا، ونستفتي فيهدون